يا شباب الإسلام، يا فتيات الإسلام، من الذي أعطانا الأجساد؟ من الذي أعطانا القلوب؟ من الذي ركب فيها الحب والشوق؟ أليس هو الله سبحانه؟ إذن هو المستحق للمحبة، وكل محبة ليست في مرضاة الله فمآلها إلى حزن وألم. أخي أختي، يسأل كل واحد منا نفسه، هل نحن نحب الله بصدق؟ حركوا هذا السؤال مرة أخرى في عقولكم، هل نحن نحب الله بصدق؟ ثم قفوا فجأة وتأملوا فيما حولكم، هل لدينا ما يثبت أننا نحب الله حقيقة؟ تأملوا صلاتنا، معاملاتنا، أكلنا وشربنا، صلتنا للرحم، برنا للوالدين، قراءتنا للقرآن، تربيتنا لأولادنا وبناتنا وأخواتنا وإخواننا، تنقية قلوبنا من الحقد والحسد والضغينة، كل هذا هل نحن نرضي فيه ربنا؟ إذن كيف نحبه سبحانه؟ إن المحبة الحقيقية أيها الشاب عندما أنظر إلى فتاة جميلة أغض بصري مباشرة وأقول لنفسي: لا يا نفس، اتق الله، نظرتي هذه لا ترضي ربي، وربما قادتني نظرتي إلى الهلاك. وعندما تشاهد الفتاة شابا وسيما أو تنظر إلى شاشة أو تحدثها نفسها فعليها أن تكف نفسها وتقول: يا نفس اتق الله، فإن هذا لا يرضي الله.